نوريكم الماكينه هذه. شنو الماكينه هذه؟ شنو نعرفكم عليها؟ ماكينه هامه جدا. شنو من هنا فحتي نشوف تبارك من هنا نجم هكا ندور لها من هنا على شاركم باش نجرب اللعبه هذه. نكره الدوران باش نعيشوا لحظه. اه يا راسي زعما نجم ندخل سنه منو اسحب عاد ابعد ابعد طفل مسلم كفت. Oh my god, this kind of is سارة راسك سارة والله العظيم لحد ما شفتك استغفر والله. سطال يا أدا يا نعم نعم يا ايش مشان وهي سديسة اشتاتو اه سطال هذا تمثال البزول تمثال الحرية فهمتني ترى شوف تمثال الحرية وهذا تمثال الكلاب تمثال الكلاب كلب صغير الكلاب هنا أعرفهم باية باية قلنا تمثال الكلاب هذا تمثال علاش علاش هكا مش امشي ماما شبيها اخضر محلاها المنظر هذاك غادي فما هنا ترى شنو مقبل ثم كونسيرت نتاع تاع روك ايا في كان اخت كيبن شو شو كازينو غادي الكازينو اش قرب لكم قرب لكم هنا ها كازينو كازينو هيكو غادي نقرب لكم هنا هذا ستاتو
ونمشيو نكملو هادي شوف الجولد وينك هنا ثم معرض فن ولا نمشيو فيه صح ولا نجيب بسكلة الباترية خرب توفى ميسالش مازال شوية ان شاء الله تكمل لنا عبيت نوريكم المنظر هذا مزيان برشا برشا مطورة مكتوبة اوست اندا تابعة طبعا المدينة اللي احنا فيها في بلجيكا اوست اندا واش نلف هذيك مونغالا راكم تشوف فيها مونغالا ثم مكتوبة هذيك اوست اندا هكا نقربها لكم بعد شوية نقربها شوفوا المنظر محلاه يعني اي واحد زار بلجيكا يعرف البسرة 2021 سنة سعيدة سنة سعيدة سنة سعيدة لا 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 ابدي زوجة فاطمة ولا لا 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 نطلع من هنا هكا كل مياه عذبة عذبة علوبة بالبدا نافورة هادي وهنا مقبل فما كونسير بتاع الروك اللي قلت لكم عليه جينا مشيرة الأخرى خلنا نطلع من هنا نطلع من هنا بدات المطر باش تنكد نتخباو اش يعمل كيف يعلق في الحمام غادي واحد اش يعمل كيف نعرفوا من هنا هكا شو التمثيل هذا راس البزويش شو راس البزويش بابا هذا بزويش راس راس وجو انا حكاه الفنان القدير مانو فينكلا بس اخذها ne ich frage nur was Wichser Wichser ich war Abi Wichser Wichser und Fexi oder very soft the anxiety. Green. Hi, Jay. شيء يعمل كيف منظر جميل جدا 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 شوفوا فما مونغالا ثم لوحة زيتية فن هي منو؟ كوخ ما يدشتاتو متمتال وصام طول الفن 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 احلاها المدينة هذه اوست اند الهولندية البلجيكية اوست اند البلجيكية انا مدينة اوست اند في بلجيكا نعرفكم الله ان شاء الله وسوف اريكم شيئا جميلا جدا من هنا نكمل باش نحوسوا من امريكا نمشوا لمكان جميل جدا وجميل جدا واريكم الاماكن الجميله وهنا الحافله حافله اوست اند البلجيكيه جيدا نكحوا هكذا هذا المنظر الجميل اللي حبيت نوريه لكم منظر جميل جدا 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 باش نعملوا دوره هذيك وخذوا معايا مسات رحله متواصله البورتابل نتاعي شارج فوا والله هاني تو نصور بورتابل المدى هذا المترو الخفيف هاكا مترو مترو الثقيل والخفيف نصور هنا مركاتور أتفيربن شو اسمع اسمع الحبل اللي يضرب في الصاري الحس هذا الكل يعمل فيه لطيف شيء جميل والله حس رغم انه حبال تضرب في الصاري الصاري متاع الفلوكة تقول بني او الكبيرة كل مراكب شراعية هذا اللي يضرب في واحد والله يخوف اصلا يحس بها ميركاتور ميركاتور اسمه ميركاتور انت زاربن ميركاتور انت زاربن اسمه واو اندرا بروم الزوتون متمطور هذا هلا واحد سائق مجنون متاع رود قاعد يبوم هاو شي يخرج بعض الفروش اكيد شي يخرج يزعك ولا يعمل حكاية مزيانة شوفوا رسمة
نينجا كافازاكي نينجا سائق الكافازاكي النينجا يعتبر نفسه فائق سرعة سفعب النفح بوتشينز ان ذا اير شنو الحس هذا كوك ما دهات سشغش شلاوت اوفن هو يا هات سشيا كنت فاسك كابوت كيت ايفو فلسو هندن اوكي مادام تحب نختمو الرحلة متاعنا اشت اوكي بدو مشتش نشت صوبة زندرس او زاد معروفين بالاحصن الاحصن الفروسية العرب الاصيلة من اشتفاقين اش تن في ماخن الكلينة غندة هنتن هنتن سيارة اسعاف مقبل كهرباء نتاع بوليسية اسعاف قاعدين نرجع للكهرباء تويكا واحدة واحدة بارك مزيان برشا اللي كنا فيه هذا الركن اللي حبيت نوريه لكم قبل ما نمشيو للكهرباء هو الركن نتاع الرياضة نتاع الرياضة سو ما نماخيش با يبونغيات سو باش نجربو قداش نعمل كاع بركة ثم هنا تصب خلنا نرجعو للكهرباء والله فيك عندنا سموتورات كلابش دي كانت موتورات كلابش تاع على سميت فيلي سارة امشي اخذ اوب ستوب 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 لو تعرفوا لو يومي قبلك اسألوا هو المطرب ده تصب واحنا كملنا جولنا بتاعنا شي يعمل كيف نهار الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله هذه السعادة هذه الهنا هذا الفرح تو باش نقصوا ربي للروتين نروحوا طبعا هوبلا هاي مشيت جبت الميلفي ما حبيتش نمشي للروتين قبل ما ناخذ الميلفي وكيف ما هو تعرفوا الميلفي مكتوب عليه باش نذوقوا مع بعضنا نشوفوا بنين ولا وخذينا شويه خبز لليل وكذا وكل ولكن نحبوا نزيدوا نمشيو نقضيو في المجزره الاخرى اللي هذه غادي باش نمشيو لها مع بعضنا قبل ما نروحوا على رواحنا المجزره هذه بيان سور المره اللي فاتت وريتها لكم الداخل اللي شويه ما فيهاش كنا في الدي خذيت الملفوي طيب باش ندخلوا للسوبر ماركت شبيغار ايفري بودي وانا زارد ندخلوا لهنا تمام نقضينا طيب نمشوا الكهرباء نمشوا للوتيل فقط خذيت شويه سردينه شتيت السردينه اليوم نحب نتعشى شويه كسكرة سردينه وصلت هاي يا سيدي اخذ معك سو وصلنا للوتيل هاي الكهرباء وهو الهوتيل وهذا الريسبشن الريسبسيون وهذا الفلورا وهذا انا او تويكا دخلنا للشومبر نتاعنا الحمد لله عدينا نهار مزيان 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 برشا 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 قدر نوصف لكم ديما شوي ما احلى الاستجمام والراحه والولول وتو ما بقى لي كان نقول لكم ان شاء الله يكون الفلوق هذا يعجبكم الى لقاء فلوق جديد احبكم برشا برشا سو وصلنا للوتيل هاي الكهرباء وهو الهوتيل وهذا الريسبشن الريسبسيون وهذا الفلورا وهذا انا او تويكا دخلنا للشومبر نتاعنا الحمد لله عدينا نهار مزيان 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 برشا 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 قدر نوصف لكم ديما شوي ما احلى الاستجمام والراحه والولول وتو ما بقى لي كان نقول لكم ان شاء الله يكون الفلوق هذا يعجبكم الى لقاء فلوق جديد احبكم برشا برشا